السلام عليكم ورحمة الله. الكود السعودي الكهربي يا أخوانا، تمام، أو الكود السعودي للمباني السكنية بيتطلب تقديم مخططات ترشيد الطاقة، ودي مهمة جدا. طيب المخططات دي أنا لازم أسلم فيها إيه؟ رقم واحد، لازم أسلم لوحة بتوضح معايير التصميم والنطاق الحراري للموقع. لازم أوضح أو أسلم لوحة بتوضح معايير التصميم والنطاق الحراري للموقع. طيب رقم اتنين، لازم أقدم لوحة بتوضح الغلاف الحراري للمبنى، وأقدم كمان قطاعات تفصيلية للجدران بيتم توصيف النظام العزل الحراري لها. يبقى لازم أعمل سيكشنز للجدران وأشوف العزل الحراري ليها، وكذلك أقدم سيكشنز أو تفاصيل، تمام، للعزل الحراري للنوافذ والقباب والأبواب الخارجية، وتفاصيل طبقات العزل الحراري بالأسطح. رقم 3، أقدم لوحة تحتوي على جداول، تمام، بالنتائج النهائية لحسابات ترشيد الطاقة ومواصفات المواد المستخدمة بالتصميم.